في عناوين نشرة الليلة: المر متلبسا بشهادته، كنت أستخدم الاتصالات لاستفتاء المشاهدين. لجنة الإعلام والاتصالات تستمع إلى القضاء. في بعض المشتبه بهم اعترفوا خطيا، لم يجري حتى الآن استجواب أو توقيف. التيار الوطني يقاطع مجلس الوزراء. كرسالة اعتراضية تحذيرية. مغارة كازينو لبنان والأربعين حرامي إلى القضاء. سير العمل بالكازينو هو بشكل مباشر هو مخالف للقانون. تغريم الضحية منال عاصي ب10 ملايين ليرة. الرأي الشرعي يتناقض تماماً مع هذه الأحكام الجائرة. في نشرة فن الخبر لليلة: ضابط إسرائيلي ينصب فخاً لصابر رباعي. يعني قمة في الغباء والاستفزاز وشنو يعني. بدلة رئيس وزراء الهند دخلت كنس وريعها لتنظيف نهر غانج. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. بعد سرقة الإنترنت بات على الدولة أن تدعي على ميشيل المر بتهمة الكذب واستهبال القضاء والرأي العام وتضليل التحقيق. 90 ملياراً ضبطت متلبسة في استوديوهاته، مسروقة من مال الناس، محرومة خزينة الدولة. ولما سئل لدى المدعي العام المالي عن حقيقة حفلة الاستيلاء على نصف شبكة التخابر الدولي الواردة إلى لبنان من قبل استوديو فيزيون، قال المر إنها عائدة إلى استفتاء الجمهور في برامج الام تي في. وبخبرة غير متواضعة بالبرمجة واستفتاء الجمهور وإعداد البرامج، نؤكد للرأي العام أن ما أدلى به المر مر، وأن الرجل يستغبي من حوله بإفادة غير واقعية لكون هذه المليارات لا يمكن أن تصرف على سبب من هذا النوع. عدا أننا في المحطات التلفزيونية لا نتصل بالمشاهدين لسؤالهم رأيهم في البرامج المعدة، وإذا حصل وفعلنا فإن ذلك لا يكون عند الواحدة بعيد منتصف الليل. والتضليل بالإفادة أعقبه ادعاء بالمثول، إذ إن رئيس مجلس إدارة الام تي في صاحب محطة الزعرور أعلن براءته بنفسه من دون الحاجة إلى قرار القضاء، وقال إن المدعي العام المالي استمع إليه كشاهد، لكنه في هذه القضية بالذات لم يكن شاهداً بل مدعاً عليه، إذ إن الدولة اتخذت صفة الادعاء وعلى كل ما يظهره التحقيق شريكاً وفاعلاً في سرقة أموال الدولة من خلال التخابر الدولي غير الشرعي. وبهذه الحالة لا يمكن أن يتخذ أي صفة أخرى سوى أن يكون مدعاً عليه، أما البقية فهي مسايرات قضائية لا تمت إلى القانون بشيء. وكان المدعي المالي علي إبراهيم قد استمع إلى ميشيل المر بعيد طلوع الضوء بقليل، أي على مرمى ساعات قليلة من انعقاد جلسة لجنة الإعلام والاتصالات التي كانت تنتظر غلة الأيام الطويلة، وكلها اعتقاد بأن القضاء سوف يأتي بأجوبة واضحة بعد كل هذه المدة. لكنها فوجئت بأن الاستماع إلى المر وعبد المنعم يوسف لم يجري إلا هذا الصباح، وحبذا لو سار القضاء على وتيرة لجنة الإعلام المتسارعة غير المتسرعة لكنا وضعنا أول الحرامي في السجن وبحثنا عن البقية ومشغليهم من السياسيين. علاج قضائي يسير على خطى سلحفات، ومعاينة نيابية يدأب النائب حسن فضل الله في ملاحقتها وإن أصابت خصوماً وحلفاء. إذن لجنة الإعلام والاتصالات تضغط على القضاء وتحمله مسؤولية التأخير في بث قضية الإنترنت غير الشرعي، معتقدة بوجود جهة أو جهات تحاول تغطية المتورطين.
لا يزال أعضاء لجنة الإعلام والاتصالات ورئيسها مصرين على ضرورة الوصول في قضية الإنترنت غير الشرعي إلى خواتيم إيجابية، مع تأكيدهم لتلكؤ القضاء حتى الساعة ومماطلته في وضع النقاط على الحروف. في بعض المشتبه بهم، وأنا دقيق باستعمال تعابيري، اعترفوا خطياً بملكيتهم لبعض الأجهزة المضبوطة بالإنترنت غير الشرعي، لم يجري حتى الآن استجواب أو توقيف. إنه الرأي العام ينتظر لمعرفة مصير من اعترف بأنه يملك هذه الآليات غير الشرعية. ليه ما صار لحد هلا أي تدبير قضائي بحقهم؟ الشركات التي كانت تدير عملية الإنترنت الغير شرعي كانت عم تشتغل على رأس السطح، وكانت عم تشتغل وتعطي إيصالات وهي معروفة، وبالتالي ما بدنا هالجهد الكبير لحتى ندعي عليها بالاسم ونوقف من يجب إيقافه. نحن قلنا يبدو في دفوع سياسية تمنع المحاسبة، هاي الدفوع السياسية أيضا بدنا نضلنا نلاحق. موقف وزارة الاتصالات والحكومة اللبنانية عدم تغطية أيا كان، كل إنسان القضاء بيطلبه وبيعتبره ودان، نحن مع القضاء ضد هذا الشخص إن كان أقرب الناس لنا أو أبعد الناس منا. لم نقبل حدا يتهم لأنه هو متهم أصلا، خصوصا إذا كان متهم، ولم نقبل قبل ما طلع الحكم نبرئ حدا. بعد كلام الوزيرين ورئيس اللجنة، لفت عضو تكتل التغيير والإصلاح لموضوع مرتبط بالإنترنت غير الشرعي. منذ فضيحة الإنترنت الغير شرعي وتفكيك الأربع محطات لم يتأثر عدد الاشتراكات الشرعية. يعني اليوم كل هالمحطات يلي وقفت واللي كان فيها اشتراكات غير شرعية لم تنعكس على زيادة الاشتراكات الشرعية لا في الشركات المرخص لها ولا في أجيره، مما يطرح تساؤلات حول استمرار العمل بالإنترنت الغير شرعي أو عبر محطات أخرى أو عبر كابلات عم تجي يا من سوريا يا من أي مطرح تاني. منذ أكثر من 3 أشهر وتطورات هذه القضية تتأرجح بين الاستنكار والاعتراض على عمل القضاء وعلى جهة أو جهات تغطي محاسبة المتهمين من دون تسميتها، فهل يحمل الاجتماع المقبل في 20 أيلول أي جديد وتطور يعيد إلى المواطن الثقة بمؤسسات المحاسبة؟ مالك محطة الزعرور ورئيس مجلس إدارة محطة الـMTV يخضع للمرة الأولى للاستجواب في قضية الإنترنت غير الشرعي. عند الساعة 7 صباحاً بدأ استجواب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لرئيس مجلس إدارة قناة الـMTV ميشيل المر، وهناك إمكانية للإدعاء عليه لاحقاً في حال ثبوت تورطه أو تقديمه معلومات غير صحيحة في قضية الإنترنت غير الشرعي. وعلى مدى 50 دقيقة أنكر المر كل ما نسب إليه من استخدام الأرقام الموجودة لديه بشكل غير شرعي ولأهداف غير شرعية، فأوضح مالك محطة الزعرور أن كل أعماله قانونية وأن الاتصالات المذكورة كانت تقام لإجراء استطلاع رأي حول برامج الـMTV. وبعد الفراغ من استجواب المر والمدير العام لأوجيرو عبد المنعم يوسف، حضر القاضي إبراهيم اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات ولدى استفسار النواب الحاضرين والوزير بطرس حرب. لفت وزير الاتصالات إلى أن استفتاء الجمهور الذي كان يجيه المر لا يتم بعيد منتصف الليل وتحديدا بين 1 و3 فجرا. إزاء هذا الكلام طلب القاضي إبراهيم إلى هيئة أوجيرو داتا الاتصالات الخاصة بشركة ستوديو فيزيون في مهلة أسبوع كحد أقصى لمقاطعة مضمون إفادة المر، محددا 20 أيلول تاريخ انعقاد جلسة لجنة الإعلام والاتصالات المقبل تاريخا لاستكمال استماعه إلى المر الذي لم ينتظر تاريخ الجلسة، وأعلن لدى خروجه من الاستجواب أنه تم الاستماع إليه كشاهد، علما أن الدولة ادعت عليه، وحسم المر أمره بأن القضاء سيبرئ ساحته كما برأه سابقا. مقاطعة التيار الوطني الحر لجلسة الحكومة نهار الخميس تعيدنا بالذاكرة إلى عام 2006 يوم استقالة وزراء حزب الله وحركة أمل والوزير يعقوب الصراف المحسوب على رئيس الجمهورية آنذاك العماد إيميل لحود، على خلفية الموقف من قيام محكمة دولية تنظر في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري. آنذاك اعتبرت الحكومة من قبل فريق 8 آذار غير ميثاقية نظرا إلى غياب الطائفة الشيعية، أو مكون أساسي هو الطائفة الشيعية، لكنها دستورية إذ لم تفقد 2/3 من أعضائها لتعتبر مستقيلة. اليوم مع مقاطعة وزيري التيار وقبلهم وزراء الكتائب الحالة مشابهة، فهل تعقد جلسة الخميس؟ وبات المرجح مؤكدا،
التيار الوطني الحر لن يسكت مجددا على الخروق القانونية، وأولى رسائله التحذيرية ستكون الخميس المقبل. أما ما بعد الخميس فيتوقف على مجريات جلسة مجلس الوزراء. والقرار هو التالي: مقاطعة أو عدم حضور جلسة الخميس لمجلس الوزراء القادمة كرسالة اعتراضية تحذيرية. نحن اليوم منكون بعد الخميس أمام مش أزمة حكم، منكون أمام أزمة نظام. نحن اليوم عم ندافع عن هذا النظام، هي سخرية القدر. أما مصادر رئيس الحكومة فلا تخفي انزعاجه من التصعيد العوني، على الرغم من وصفه بالإسفنجة التي تمتص الأزمات والمشكلات الحكومية حفاظاً على بقاء المؤسسة الدستورية الوحيدة العاملة. وترى أيضاً أن المرحلة الحالية بالغة الحساسية وتحتاج إلى تضافر الجهود بدلاً من الضغط، فجلسة الخميس قائمة علماً أنها ستكون بجدول أعمال عادي لن يدرج فيه ملف التعيينات العسكرية، خصوصاً ملف تعيين رئيس الأركان وموضوع قائد الجيش. أنا لا أتمنى أن نذهب إلى هذا، ولا أتمنى للتيار الوطني الحر أن يقاطع الجلسات أو أن ينسحب من الحكومة. فإذا أراد من يتحدث عن أزمة نظام أو أزمة ميثاقية أن يستكمل هذه الصورة المأساوية فليرحل بالحكومة ونصبح في فراغ كامل. التيار الوطني الحر يرى أن الأزمة الحالية تخطت موضوع التعيينات إلى أزمة نظام وميثاقية. هذا الموقف يخشى متابعون أن يؤدي إلى زعزعة الحكومة وتهديد وجودها. سؤال مطروح على الآخرين، شو هن رح يعملوا نهار الخميس؟ كيف هي حكومة تجتمع إذا فقدت ميثاقيتها؟ أو فينا نعتبر أننا منرجع لمرحلة 90-2015 ومنحكم من دون القوى المسيحية الأساسية؟ أن المسألة ليست على الإطلاق أزمة نظام أو أزمة ميثاقية. الأزمة الحقيقية الآن هي أزمة وجود، وهذا ما هو يعتبر أخطر من الكلام عن التوازن في الميثاق أو التوازن في النظام. إذ من غير المعقول أن يعين قائد الآن ثم بعد ذلك بأشهر عديدة تجري إقالته أو يرتئي الرئيس الجديد شخصا غيره. هذه تدابير نقول عنها إنها تدابير مؤقتة جدا، استثنائية جدا، القصد منها حماية وصيانة الدولة والنظام لا أكثر. وتقول معلومات إن الرئيس نبيه بري يؤيد الرئيس تمام سلام ويدعمه في الحفاظ على العمل الحكومي، وكذلك حزب الله حليف التيار، علما أن الحزب لا يمانع في تأجيل تسريح ثالث للعماد قهوجي. فهل يخذل التيار ويبقى في الساحة يحارب وحيدا؟ دارين دعبوس، قناة الجديد. وزير الزراعة أكرم شهيب يؤكد أن مطمري الكوستا برافا وبرج حمود برزا بعد إقفال باب كل الحلول في وجه الحكومة. حذر وزير الزراعة أكرم شهيب من عودة النفايات إلى الشوارع في حال عدم المضي بالحل المؤقت، موضحا في مؤتمر صحفي أن اختيار مكبي برج حمود والكوستا برافا جاء بعد صد كل المحاولات لإيجاد مواقع لتجميع النفايات. مجلس النواب والعمار أبلغ اليوم من رئيس بلدية برج حمود رفض استقبال بلاغ النفايات ابتداء من يوم غد في حال عدم معالجة التعطيل الجاري اليوم لاستكمال الأعمال في مطمر برج حمود حتى لا يكون جبل آخر. وحقهم وبحترم هذا الرأي وأنا معه. أنا ما عم بهدد، أنا عم حط الصورة كما هي. بديل الحل الموجود الوحيد الآن قد لا يكون الأمثل بل هو المتاح اليوم. بديل هيدا إذا مبسوطين بهيدا شو فيني أعمل؟ وحدي ما فيني أعمل شيء، والله عين تمام سلام والحكومة محافظة الألقاب إذا الناس ما بدكم هذا الحل؟ إيه ما عندنا مانع. نحن وجدنا حل. برجع بقول للمرة الألف قد لا يكون الأمثل، بس اسمحوا لي تجار البيئة، يسمحوا لي مش الفرش بكل المناطق هو الحل، ويسمحوا لي تجار الكرتون مش هيك بنشغل، ودعاة الجمهورية يحموا الدولة بحل مثل اللعبة.
وأعرب شايب عن احترامه لمشروع النائب سامي الجميل، إلا أنه أشار في المقابل إلى أن هذا المشروع ينجح إذا جرى فرز النفايات من المصدر، وشدد على أن خطة لمركزية النفايات لا تزال قائمة بالنسبة إلى البلديات الجاهزة، وهذا الموضوع يساعد على تخفيف النفايات التي تطمر في برج حمود. قضية منال عاصي والحكم المخفف الصادر بحق زوجها يتفاعل. التبريرات التي دفعت القاضي لاتخاذ هذا الحكم هو شبهة الخيانة الزوجية أو الزنا، علما أن هذا لا يبرر القتل والتنكيل بزوجته بهذه الطريقة. نشير أيضا إلى أن زوج منال عاصي متزوج بامرأة ثانية قبل مقتل منال عاصي بسنتين. الجديد تظهر الحكم الصادر في عام 2015 والذي ربط جريمة قتل منال بالزنا. لم يكتفي القضاء بتخفيف العقوبة على قاتل منال عاصي، بل كفأه بعشرة ملايين ليرة لبنانية تعويضا عليه نتيجة الأضرار التي لحقت به من جراء جرم الزنا وما عناه من ألم وخيبة. وتعويض الملايين العشرة هذه قضى فيه الحكم الذي صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت رولا صقر في 26 من شباط 2015، أي بعد قتل منال عاصي بسنة تقريبا، حيث اتخذ القاتل محمد نحيلي صفة الادعاء الشخصي على وسيم حافظ بجرم الزنا. وفي متن الدعوى اعترافات متناقضة لحافظ الذي أقر بداية بحدوث علاقة جنسية بينه وبين القتيلة منال عاصي، ليعود وينكر هذه العلاقة معتبرا أن إفادته السابقة جاءت نتيجة ضغوط تعرض لها في أثناء الإدلاء بإفادته أمام فصيلة طريق الجديدة. لكن الحكم صدر بإدانة المدعى عليه وسيم حافظ بجرم الزنا وإلزامه أن يدفع للمدعي الشخصي أي قاتل منال عاصي 10 ملايين ليرة لبنانية على سبيل التعويض، فكيف يحكم القضاء للقاتل بتعويض يبلغ 10 ملايين ليرة لبنانية؟ هذه التعويضات نص عليها القانون، بتقولي لي بالمنطق، بتقولي لي بالظروف الاجتماعية والإعلامية، مش ممكن أنا أقتنع أنه والله يتوجب له قانوناً عقد له ضرر نتيجة جرم الزنا وهو قاتل، ولكن النص القانوني أصبح ملزماً حتى لو كان مجرماً. الرأي الشرعي يتناقض تماماً مع هذه الأحكام الجائرة. الاعتراف بعد موت المجني عليها لا قيمة لهذا الاعتراف، ولا يمكن أن تثبت هذه القضية إلا بأربعة يشهدون: رؤية العين بالعلاقة ما بين هذا الشخص وتلك الامرأة، ولا يكفي أن يقول سمعت أو قيل لي أو أني رأيتهما في مكان ما أو في غرفة ما، هذا لا يكفي. نعم، إنه حكم صدر وأفهم علنا، ولكن لن نفهم يوما إمكانية إثبات الزنا على امرأة بعد وفاتها وإصدار حكم يقضي بالتعويض على قاتلها. ليال بوموسى، قناة الجديد. عينت المرشحة عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون العربية المسلمة من أصل لبناني زينب حسين نائبة مدير الحملة الانتخابية في ولاية ميشيغان. مغني الهارد روك أليس كوبر يدخل في سباق البيت الأبيض. بات للأمريكيين مرشح آخر في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما أطلق مغني الهارد روك أليس كوبر البالغ 68 عاما حملته الانتخابية الرسمية تحت شعار رجل مضطرب لمرحلة مضطربة. وقد طالب المغني بإنجاز عدد من المشاريع الغريبة، من بينها إضافة منحوتة لوجه القائد البريطاني السابق لفرقة موترهيد ليمي كيلمستر الذي توفي بالسرطان العام الماضي إلى معلم جبل راشمور، وإلى استبدال صورة وجه الرئيس أوليس جرانت على الأوراق النقدية بصورة الممثل الكوميدي جروتشو ماركس. هذا وكان مغني الراب كاني ويست قد كشف أيضا عن طموحاته الرئاسية لعام 2020.
وقد أكد كوبر في تصريحات له أنه غير مسيس، ومع ذلك فقد أظهر عام 2004 تعاطفاً مع الحزب الجمهوري بانتقاده الموسيقيين الذين أعلنوا تأييدهم للمرشح الديمقراطي حينذاك. أهلا بكم من جديد. كازينو لبنان تأسس عام 1959، وفي عام 2004 احتل الكازينو المرتبة 18 في لائحة الكازينوهات 100 الأكثر نجاحا ودينامية في العالم. كما الكازينوهات حول العالم هناك قانون للملابس للدخول إلى الكازينو، فلغرف ألعاب الكازينو الرئيسية بدلة رسمية وربطة عنق للرجال ولباس رسمي للنساء. سمح بموجب القانون للبنانيين دخول صالات الألعاب الآلية مقابل منعهم من دخول صالات ألعاب الحظ إلا إذا كان اللبناني متمما للسن 21 ودخله السنوي يفوق بمئة مرة الحد الأدنى للأجور، أي أكثر من 2 مليون ليرة لبنانية شهريا. اليوم الجلسة الختامية لدعوى الحراسة القضائية على كازينو لبنان عقدت، والمدعي مرتاح إلى المنح العام في انتظار جلسة النطق بالحكم. هذا التقرير الصادر عن لجنة مراقبة الكازينو والموقع من مدير عام المالية ألان بيفاني، والذي يتحدث عن تراجع إيرادات كازينو لبنان، كان المستند الأساسي في الدعوة التي تقدم بها المحامي وديع عقل لوضع حراسة قضائية على الكازينو، وعليه عقدت الجلسة الختامية قبل جلسة النطق بالحكم. في موضوع أساسي أثير اليوم هو موضوع انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة. مجلس الإدارة الحالي انتهت ولايته من حوالي ثلاث سنوات، معناتها اليوم سير العمل بالكازينو هو بشكل مباشر هو مخالف للقانون، لأنه ما بيحق لهم يسيروا العمل. كازينو لبنان هو شركة خاصة منه مرفق عام، لو كان مرفق عام كان في إمكانية تسيير عمل المرفق العام، ولكن ما فيهم يحتجوا بهذه النقطة بشركة خاصة. استند عقل في مرافعته على تقرير شركة ديلويت الذي تقدم به وكيل الدفاع عن إدارة الكازينو، والذي يظهر أن نتائج الكازينو كانت سلبية في العام 2015. بتقرير أبرزوا الكازينو لبنان، هو برزوا أنه سنة 2015 في خسائر بالكازينو نتيجة تعويضات وزعت ب 40 مليار ليرة لبنانية. هذا موضوع نحن طلبنا توضيحه وإدانتهم حتما فيه، لأنه ما فيهم اليوم يصرفوا 40 مليار ليرة في حين أنه رأس مال كازينو لبنان هو 32 مليار ليرة لبنانية. لذلك هذا الصرف تم دون موافقة أو دعوة الجمعية العمومية، وحتما نحن نتوجه لتعيين حارس أو لجنة حراسة قضائية على كازينو لبنان. ملف قانونيا أصبح مكتمل. الجديد تواصلت مع وكيل الدفاع عن إدارة الكازينو فتحدث عن تحريف لمضمون التقرير، وذلك خلف الكاميرا لأسباب مهنية. كما قال: الملف اليوم بيد قاضي العجلة ليسريشا الذي حدد 20 من الشهر المقبل موعدا لجلسة النطق بالحكم، فهل ستكون بداية إيقاف هدر المال العام والخاص من دعوى كازينو لبنان، أم ستبقى مغارة الكازينو مفتوحة لأربعين حراميا وأكثر؟ اليافطة سوشيال ميديا الفقراء أم وسيلة تعبير غير مجدية في زمن الحراك؟ نحن كانت نقزتنا من اليافطات، واليافطات الهيدي هي هالنوع، انه انا بنزل على مظاهره بحضر على التلفزيون بلاقي حالي انا انسميت على مجموعه انا ماني نازل كرمالها وما بعرفها. نحن بنتاسف شغله انه كانت في مقاربه جديده كان لازم ينترك لها الوقت، يعني لا توصل لنتيجه وبعدين الكل كان له محل فيها. يعني نحن ما عندنا قنوات اعلام، عندنا بمظاهراتنا تحركاتنا كان اليافطه، يعني اليافطه بحد ذاتها
هي كانت كل حركات المعارضة بالعالم، كل حركات طلابية كانت تستعمل هيدا النموذج إذا بدنا الغير مكلف الرخيص بالدعاية واللي بيوصل الهدف السياسي. يعني كلمة بدنا نحاسب هي رسالة كانت موجهة بوجه السلطة، خاصة حبينا نوجهها بالتظاهرات الكبيرة ب 22 وب 29 آب. يعني عمليا انت بس تكون ماشي بمظاهره وفي يافطه كبيره قدامك للي عم يحظر الاعلام، صرت انت ببلوك. ونحن هدف وحده من ايجابيات الحراك كان ايجابيات انه حراك خارج البلوكات الموجوده بالبلد 8 و14 منفتح على الكل. نحن كان تخوفنا من الاول انه موضوع اليافطات او التقطير للحراك يرجع يسكره، وهذا للاسف صار شوي. بالعكس نحن اشتركنا كثير بانه اليافطه تصير اذا بدك شيء محبب كمان وشيء مهضوم عند الناس. فبيسكلي هي اليافطه كنت دائما اقول باجتماعات الحراك وقت شوي ينتقدونا او يزركوا على موضوع اليافطه، كنت اقول هي سوشيال ميديا الفقراء. مقاربه بدنا نحاسب كانت مقاربه اكثر تقليديه للموضوع، وهذا مش شيء سلبي، يمكن التقليدي ينجح بعد وقت، بس نحن اللي عم نقوله انه هيدا مزبوط، هيدا خلق نوع من اختلاف بالمقاربه اثر على النظره اللي كانوا العالم اخذينا من المظاهرات. بدنا نحاسب اعتمدت اساليب اكثر شعبيه، يعني ما امنت كومبليتلي بالسوشيال ميديا كليا، ما امنت بس بالاساليب الحديثه. وبالاخير حتى اللي بينتقدنا في حملات عملت يافطه الكترونيه يعني مكلفه اكثر. والآن ننتقل إلى فن الخبر مع الزميلة دارين شاهين. مساء الخير دارين. مساء النور جورج، ومساء النور لزميلنا رامز القاضي. اليوم فن الخبر بيجمع الفن والسياسي سوا، ما هيك؟ صحيح. اليوم مثل ما بنعرف وشفنا على السوشيال ميديا كيف صاب الرباعي وقع بالفخ الإسرائيلي، وأيضا ليزا سيمون بقلعة بعلبك، كيف كانت الأجواء؟ كل هيدا رح نتابعه بنشرة فن الخبر. مساء الخير. من بعد ما أثارت صورة الفنان التونسي صاب الرباعي مع أحد الجنود الإسرائيليين جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إجا الرد من المكتب الإعلامي للرباعي على الشكل التالي: بهم الفنان صاب الرباعي لطالما جاهر بمناصرته للقضية الفلسطينية ورفضه التطبيع مع العدو الإسرائيلي، بأنه يوضح بأن الصورة التقطت مع منسق عبور فلسطيني عرف عن نفسه باللغة العربية باسم هادي، علما بأنه كان مسؤول عن تسهيل عبور الفنان صاب الرباعي والفرقة الموسيقية بحيث لا يتم التواصل مع أي شخص إسرائيلي، ووافق الرباعي على التقاط الصورة عن حسن نية وبشكل عفوي من دون التنبه لبعض التفاصيل لتبين فيما بعد أنها بغاية الأهمية. وبهالسياق خلينا نتابع سوا تقرير مراسلنا نزار حبش من الأراضي المحتلة. ومن أرض تونس لأرض فلسطين جينا ليالي أم الحب ننورها، عامل سلام وسلام التونسيين، احنا معاكم والقدس نحررها. بعد إحياء الفنان التونسي صابر الرباعي حفلا فنيا في مدينة روابي الفلسطينية شمال رام الله بحضور نحو 15,000 متفرج، انتشرت هذه الصورة كالنار في الهشيم في أرجاء الوطن العربي. صورة نشرها العدو الإسرائيلي تجمع الفنان التونسي مع أحد ضباط الاحتلال أثناء دخول الرباعي فلسطين عبر ما يسمى معبر ألمبي الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة على الحدود الفلسطينية الأردنية المحتلة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة وغضب الكثير من الفلسطينيين.
بعد كل هالجماهيرية اللي عملها مستوى طن عربي أو مستوى الشعب الفلسطيني يظهر بهيك مظهر شيء بيصيره كثير. كصورة أكيد إحنا كشعب فلسطيني بنرفض إنه أي حدا يتصور مع ضباط إسرائيليين. هو منسق في معبر الحدودي بين الأردن وفلسطين، هو فلسطيني درزي اسمه هادي باي ذا واي، يعني على اسم والدي، يعني هادي اسمه ما اسموش حاجة أخرى معناها، فهمتني؟ اسمه هادي، هو اللي نسق عبورنا حتى ما يكونش في اتصال مباشر مع أي من الموظفين، مع أنا وفرقتي يعني الكل، الفرق الموسيقية. دونك فوالا هذا هو فلسطيني الأخ مسكين، يعلم بي ربي يخدم موظف يعني، ما طبعا لازم يلبس زي طبعا. والحبيب نعرف أنا يا أخي هو تو عنده زي وجيش وكذا، وين العلم الإسرائيلي اللي فيه؟ عنده علم، شفته علم مثلا يلبس يا حسين، وين نقش مبرر أنا تو أنا السيد ذاك اسمه فلان ونحب هذا حاجة نسي با سو بوان كوم، أنا باش ولا ما عنديش وطنية ولا واحد باش نتصور مع واحد، شنو مع هذا واحد إسرائيلي تاعي يعني قمة في الغباء والاستفزاز والشنو يعني. نتمنى أنه الفنانين يشاركوا هذا الشعب الفرح. الفنان التونسي دعا في مؤتمر صحفي عقب وصوله رام الله جميع الفنانين العرب لزيارة فلسطين من أجل كسر الحصار الثقافي الإسرائيلي، في وقت رفضت فيه الفنانة اللبنانية نجوى كرم دخول أرض فلسطين إلا عند عودتها للعرب، وهو موقف الكثير من الفنانين العرب. فلسطينياً يبدو أن الانقسام سيد الموقف إزاء هذه القضية. أنا أعتقد أي عربي يجب أن لا يدخل إلى الكيان الصهيوني، أي عربي مهما كان. يذكر أن إدارة مدينة روابي وهي الجهة الفلسطينية المنظمة والداعية للفنان التونسي إلى فلسطين أصدرت بياناً صحفياً قالت فيه إن الرباعي تعرض لخديعة إسرائيلية بهدف استمرار فرض الحصار على الفلسطينيين، رافضة مقابلة قناة الجديد. من فلسطين المحتلة نزار حبش، قناة الجديد. ها هي في بعلبك بالمكان نفسه اللي وقفت فيه والدتها نينا سيمون من 18 سنة وأدت أغنيتها الملتزمة والخاصة المغمسة بمناخات أفرو أمريكية. ليزا سيمون تألقت ببعلبك وغنت أجمل أغانيها فتفاعل مع الجمهور بشكل ساحر، مما دفعها للنزول من على خشبة المسرح لترقص مع الحضور. كما قدمت ليزا تحية لوالدتها فتأثرت كتير وتأثر مع الجمهور. منتابع. Je vous invite, merci. Je vous invite, elle et moi, parce que vous êtes tous mes professeurs ce soir, s'il vous plaît. كان كل شيء بالنسبة لنشرة فن الخبر لليلة. قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتل يشيد بقدرات الجيش اللبناني، وقد شدد في أثناء حضوره مناورة عسكرية لفوج مغاوير البحر على أن الشجاعة الاستثنائية التي يظهرها الجيش في مواجهة الإرهاب على الحدود السورية تعزز عزم أمريكا على دعم الشراكة الثنائية لمواجهة هذا التهديد. بعد التدريبات المشتركة التي حملت عنوان الرد الحازم وشحنة الأسلحة النوعية التي تسلمها الجيش، زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتل مقر قيادة الجيش في اليرزي، حيث التقى قائد الجيش العماد جون قهوجي وتناول البحث برنامج المساعدات الأمريكية المقررة للوحدات الخاصة في الجيش اللبناني. قهوج أشار إلى أن المساعدات الأمريكية ساهمت بقوة في تعزيز قدراته القتالية وجهوده المستمرة في مكافحة الإرهاب والدفاع عن لبنان من أي اعتداء، فيما أكد الجنرال فوتل أن الشراكة الأمنية بين الجيشين الصديقين قوية ومهمة جدا، معبرا عن ثقة بلاده بكفاءة الجيش اللبناني وشجاعة رجاله. As I've heard repeatedly from American military trainers here, the Lebanese armed forces are second to none. Their skills, their professionalism, their dedication to duty, and their commitment to defend their country is unsurpassed. Lebanese armed forces continue to do an extraordinary job in confronting extremist threats
were rising from across the Syrian border. The forces demonstrated to enemies and friends alike that they are strong, fully capable of defending Lebanon's borders, and have the support of the Lebanese people. The will and commitment of the Lebanese armed forces to protecting Lebanon only strengthens America's resolve to stand shoulder to shoulder with our Lebanese partners as we confront these threats together. The Lebanese Armed Forces is a strong institution, and America has been and will continue to be the Army's steadfast and foremost security partner. وفي خلال هذه الزيارة التي تشمل عددا من دول المنطقة، اطلع فوتل والقادة العسكريون الكبار بحضور السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد على جاهزية فوج مغاوير البحر ونشاطاته التدريبية ومساهمات فريق التدريب الأمريكي المختص بهذا الشأن. وحضروا أيضا مناورة عسكرية للفوج تخللتها عروض بحرية وبرية أظهرت قدراته القتالية العالية. وزير الداخلية ينعى حوار المستقبل حزب الله. نقيب المحامين يحذر السياسيين. حزب الله يزور الحزب الشيوعي وحركة الشعب، وأخبار أخرى في هذا التقرير. في الذكرى السنوية الثالثة لتفجير مسجدي التقوى والسلام، نعى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من دار الفتوى في طرابلس الحوار بين المستقبل وحزب الله. من الحوار الذي لا ينتج يتحول مادة تعبئة مضادة وأداة استنزاف ومصدر إحباط أكيد. الدولة اللبنانية الممثلة بقوى الأمن الداخلي والتي أوكلت التحقيق في جريمة تفجير المسجدين إلى شعبة المعلومات قامت بتحقيقاتها كاملة وسمت كل الناس المسؤولين عن هذا التفجير فردا فردا في لبنان وفي سوريا، وأحيل الموضوع ملف بكامله إلى القضاء الذي سمت الحكومة في حينه محققا عدليا لتولي هذا الموضوع والملف بين يديه. نحن في صدد تحضير ملف أمني وقانوني بعد ما سألنا الأجهزة الأمنية عن موضوع حماية الديار، ونقدم بطلب لمجلس الوزراء لإلغاء الترخيص المعطى للجمعية. استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في مكتبه في السرايا الكبيرة الوزراء بطرس حرب وسجعان قزي ونبيل دفريج، وتناول البحث شؤون وزاراتهم، إضافة إلى وفد من نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب أنطونيو الهاشم. سوف يكون في 15 أيلول موقف لنقابة المحامين حاسم وجازم في هذا المجال. لن نرضى بأن نكون شهود زور على دولة تتحلل، ونطالب برفع أيادي السياسيين عن القضاء. زار وفد قيادي من حزب الله برئاسة رئيس المجلس السياسي السيد إبراهيم أمين السيد مقر الحزب الشيوعي اللبناني الرئيس، والتقى الأمين العام للحزب حنا غريب وعددا من أعضاء المكتب السياسي، وهنأ السيد الحزب الشيوعي بإنجاز مؤتمره 11 وانتخاب غريب، وجرى البحث في قانون الانتخابات. البوابة الأساسية لإيجاد الإصلاحات الأساسية في لبنان هي بوابة قانون الانتخابات، القانون الذي يعني لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية. كحزب شيوعي لبناني رأينا فيما يتعلق بقانون الانتخابات على خارج القيد الطائفي، يعني حتى قبل النسبية. وفد حزب الله زار أيضا حركة الشعب لتهنئتها على قيادتها الجديدة، وجرى تداول في آخر المستجدات. نحن أكدنا من جانبنا على خياراتنا الاستراتيجية الأساسية في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، وطبعا المشروع التكفيري. أطلق محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر غرفة عمليات إدارة مخاطر الكوارث في محافظة بعلبك الهرمل التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في مكتب الإدارة في مبنى المحافظة، ونفذت مناورات لمعرفة مدى جهوزية فريق العمل في حال حصول كارثة طبيعية. جريمة ثأر في يونين قضاء بعلبك
آل كنعان يقتلون شخصا من آل الدرة. لم يدع آل كنعان القانون يأخذ مجراه، ولم يعيره اهتماما لقرار القضاء الذي قضى بالسجن لقاتل ابنهم هاني كنعان قبل أسابيع مضت، بل ردوا على الجريمة السابقة بجريمة أخرى، فقتلوا الشاب علي تركي درة خلال كمين نصبه له ثلاثة شبان من آل كنعان في بلدة الصوانية في يونين في البقاع الشمالي. خبر قتل علي أثار الغضب في النفوس، فطالبت عائلة درة الدولة بالإفراج عن أبنائها السجناء. زلمة رايح على شغله. ليه أو الجميع عطر أو ساوى تلو وغار على البيت اللي عندي وبالحبس لقيتي، وقال كل واحد يلحق شغله وعمله، شو بدهم فينا لحتى كربونا على البيت؟ شو بتقربي حضرتك؟ أنا مرت عمه. عرفت؟ قالوا يعترف. وكل واحد يلحق شغله وعمله، اعترف وبالحابس. طلب واحد ما في غيره، هاي الشباب اللي كمشوها زقت تطلع، لأنه اجوا على نص بيتنا وقتلها. لابد نطلب من العميد الحلاني يطلعوا مثل ما بعد دوري أخذوا من البيت هلا يطلعوا. وكانت قوة من مفرزة بعلبك القضائية قد دهمت منذ نحو أسبوعين منازل لآل درة في بلدة يونين، وأوقفت عددا من المشتبه بهم في جرم قتل المواطن هاني كنعان على طريق بعلبك الدولية عند بلدة مئنة، وضبطت في حوزتهم بندقيتين حربيتين. افتتاح مهرجان وادي الحجير الفني والثقافي برعاية اتحاد بلديات جبل عامل. على أنغام موسيقى النشيد الوطني اللبناني افتتح مهرجان وادي الحجير برعاية اتحاد بلديات جبل عامل، فللمرة الأولى في تاريخ المنطقة يقام مهرجان موسيقي يستمر ثلاثة أيام في ذاك الوادي الذي بات اسمه مقبرة دبابات المركبة الإسرائيلية التي سحقت في عدوان تموز 2006. الحجير تحول في ليلة إلى ملتقى موسيقي ترددت ألحانه في المحمية، وقد أحيا المهرجان كل من فرقة بحر النور الإيرانية التراثية والفنان علي العطار وأوركسترا شمس الحرية التي شارك فيها موسيقيون وفنانون من الجيش وحزب الله والكونسيرفاتوار الوطني اللبناني. نشاط الافتتاح كان لفرقة بحر النور الإيرانية التي قدمت معزوفات فولكلورية وتراثية نالت إعجاب الحاضرين. تسجيل صوتي لإرهابي في جبهة النصرة يبلغ فيه عائلة أحد جنود الجيش السوري بأنه قطع رأس ابنها، واللافت قوله إنه ينتمي إلى جبهة النصرة لا إلى جيش فتح الشام، ما يؤكد أن الجبهة لا تزال تمارس إرهابها باسمها المعهود. يا خالي اسمعيني، انا لقيت موبايل، لقيت بطاقه حطيتها عندي وعم بيطلعوا اسماءكم بيناتهم اسمها اسيا، عم بتصل انا بس بدي اعرف صاحب الموبايل كم مره رجله يا خالي. بعد ما انسحبنا نحن وعناصر البواسل الجيش العربي السوري لقيت الموبايل حملته معي وطلعوا هالارقام هاي، بس ما بعرف مين صاحبه لاني والله دخلت تعبت بحلب كثير. الله يحميك ربي. لا يلا انت عسكري ما؟ ايه عسكري. الله يشميك ربي جاه حبيب محمد. هذا كان الشريحة على أبني 667. اي والله هذا هو، هذا هو صح. أبنك هل أنت أكون 167؟ لا 667 لأبني صح. ابنك وين ابنك؟ هلا أنا خط جبهة ما بعرف ايش ايه معك لك حلف هو ايه لك معي حلف هو بس وين هو؟ وين وين هو؟ أنا هلا هو بحلب ما بعرف أنا أمه. قد ايش صار لما اتصل فيكي؟ ليش في شيء صاير عليه شيء؟ معك صقر الرحمن الانصاري من جبهة النصرة. ايه ابنك قطعت لك راسه وهذا رقمه وانا مخربط، بس عم بحب اتصل عليكم مشان اطمنكم يعني، وجايينكم باذن الله يا كلاب حلب يا من خنتم الشعب السوري. قطعت لك راسه لابنك والله. لا روحي لك، عم تدعوا للجيش السوري يا كلاب. الجيش السوري عم يقصف، ما قصف حلب، ما عم يقصف المشافي. ابنك خليه يروح، خليه ينفع بشار هلا. العلاقات الامريكيه السعوديه على المحك، هل يكون جورج بوش اخر الرؤساء الراقصين في المملكه؟ العلاقات السعوديه الامريكيه ليست على ما يرام.
أكثر من نصف عقد من الحلف الاستراتيجي المتين بدأ بالاهتزاز. هذا ما كشفه البروفيسور الأمريكي غريغوري غوز في مجلة فورين بوليسي الأمريكية من خلال دراسة مطولة عنوانها مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية المملكة والقوة. الاتفاق النووي الإيراني كان نقطة الفصل، علماً أن العلاقات الأمريكية السعودية بدأت تشهد فتوراً منذ قبل. يشرح الكاتب أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما علناً المتعلقة بتشكيكه في قيمة الرياض كحليف استراتيجي واتهامه المملكة بإثارة الصراع الطائفي في منطقة الشرق الأوسط اخترقت دوائر القرار والعائلة المالكة السعودية. تصريحات ترجمت بفتور بدا واضحاً في الاستقبال الرسمي لزيارة أوباما الأخيرة للمملكة، على أن تصريحات أوباما ليست سوى أول الغيث. يشرح غوز أنه بعد الوثائق التي نشرتها CIA بخصوص هجمات 11 أيلول، وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل على دعم رسمي سعودي لهذه الهجمات، إلا أن قانونا بدأت مناقشته في مجلس الشيوخ الأمريكي يسمح للأمريكيين بمقاداة حكومة الرياض في المحاكم الأمريكية إذا ما ثبتت عليها أي تهم تخص الإرهاب. فبدا ذلك كإشارة أمريكية واضحة إلى أن الحماية الأمريكية الدولية للرياض ما عادت أمراً مسلماً. يتابع الكاتب أن تردي العلاقات وصل إلى حد تهديد عدد من المسؤولين السعوديين ببيع أصول يملكونها في الولايات المتحدة تقدر بمليارات الدولار في محاولة لزعزعة الاقتصاد الأمريكي. تهديدات استتبعت بتصريحات للأمير تركي الفيصل يتهم فيها الولايات المتحدة بالتخلي عن أصدقائها الحاليين للتقرب إلى الأعداء في إشارة ضمنية إلى إيران. يعزو الكاتب هذا التباعد بين البلدين إلى تصاعد إنتاج النفط الأمريكي المحلي الذي أحيا الأحلام الأمريكية في الاستقلال في مجال الطاقة. يختم الكاتب الدراسة بالتأكيد أن أولويات المملكة باتت مختلفة تماماً عن أولويات وخطط الولايات المتحدة. فهل يكون جورج بوش آخر الرؤساء الراقصين في المملكة؟ آدم شمس الدين، قناة الجديد. ظهرت الغوريلا الشهيرة كوكو في مقطع فيديو على موقع يوتيوب وهي تعزف الجيتار بمرافقة العازف في فرقة ريد. ويشار إلى أن كوكو محجوزة في مؤسسة الغوريلا في وودسايد بكاليفورنيا، وتشتهر بقدرتها على تعلم لغة الإشارة والاستجابة للأوامر الموجهة إليها بتلك اللغة. Sounds like that's it. Wow. So good. That's kind of nice. This is the greatest thing that ever happened. وإلى نور وفقرة ترانس. مساء الخير نور. مساء النور جورج. شايفي شو مهضومة كوكو؟ إيه كتير. والأهضم منا شو عندك اليوم؟ هو رئيس وزراء الهند يلي دخلت بدلته الجينيس بوك لأنها انباعت على المزاد العلني بحوالي 700,000 دولار، وهو رح يستعمل هالمبلغ لحتى يشتغل على نظافة نهر غانج. إيه يعني هونيك رئيس الوزراء بالهند عم ببيع تيابه حتى ينظف النهر المقدس عندهم ويحافظ على سلامة البيئة، بينما عنا بلوثوا البيئة بغرقوا الدنيا بالنفايات المسؤولين عنا، وبعدين بياخدوا مصاري حتى يحطوهم بجيبهم مش تينظفوا وسخهم. يعني مزبوط جورج، للأسف هالشيء. شوف الفرق يعني. مزبوط. لمزيد من التفاصيل تابعونا بترندز. مرحبا. اليوم نحتفل بمرور 25 سنة على إمكانية المستخدمين إلى الوصول للإنترنت. مثل هيدا النهار بال 1991 صار أي شخص عنده أكسس للإنترنت إنفورميشن على كل أنواعه، أو تحديدا الورلد وايد ويب، أي كل الصفحات على الإنترنت يلي بتحتوي المعلومات اللي كلنا بنبحث عليها يوميا، وتداولت على تويتر المعايدات والتعليقات الطريفة اللي بتقول إنه الإنترنت إلى 25 سنة مسيطرة على حياتنا. وأكيد لايك لهالمناسبة.
بدلة رئيس الوزراء الهندي اللي لبسها وقت تتعرف على الرئيس الأمريكي باراك أوباما دخلت الجينيس بوك، مش لأنها مطرزة بشكل اسمه للرئيس ناريندرا مودي، ولكن لأنه طلعت أغلى بدلة بتنباع على المزاد العلني بحوالي 700,000 دولار، يلي اشتريها هو رجل بيبلغ من العمر 62 سنة، بيقول أنه له الشرف يلبس بدلة لبسها الرئيس الوزراء الشهير ناريندرا. رجع ضج جاستن بيبر مواقع التواصل الاجتماعي وقت نشر على تويتر تغريدة بتقول should I or should I not. الكل اعتبره فورا بعد هالتويت انه بيبر عم بيفكر يرجع يفتح حسابه انستغرام وعم بيسأل متابعينه اذا بيعملها او لا. هو كان سابقا سكر حسابه بسبب التعليقات السلبية يلي انكتبت على صوره مع حبيبته الجديدة. وما تنسوا انه فيكم تتابعوا اخبارنا على صفحة ترندز على الفيسبوك او على صفحتي انا على الفيسبوك انستغرام وتويتر. هولي كانوا ترندز اليوم، منشوفكم بكرة بنشرة جديدة. كان في النشرة المر متلبسا بشهادته، كنت أستخدم الاتصالات لاستفتاء المشاهدين. لجنة الإعلام والاتصالات تستمع إلى القضاء. في بعض المشتبه بهم اعترفوا خطيا، لم يجري حتى الآن استجواب أو توقيف. التيار الوطني يقاطع مجلس الوزراء. كرسالة اعتراضية تحذيرية. مغارة كازينو لبنان والأربعين حرامي إلى القضاء. سير العمل بالكازينو هو بشكل مباشر هو مخالف للقانون. تغريم الضحية منال عاصي بعشرة ملايين ليرة. الرأي الشرعي يتناقض تماماً مع هذه الأحكام الجائرة. ضابط إسرائيلي ينصب فخاً لصابر الرباعي. يعني قمة في الغباء والاستفزاز وشنو يعني. بدلة رئيس الوزراء دخلت جينيس وريعها لتنظيف نهر الغانش. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى الفيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز. نعود لنلتقي في 11:30.